الرئيس السيسي يوجه بضرورة التأكد من كفاءة الجوانب الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل قبل تفعيلها. بعد جلسة مغلقة، مجلس الأمن يدين الهجمات على ناقلات النفط في مياه الخليج. وترامب يلتقي بوتين وبن سلمان على هامش قمة العشرين لبحث الملف الإيراني. الخامسة صباحا، الثالثة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التأكد من كافة الجوانب الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل قبل تفعيله. جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزيرة الصحة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ومحافظ بورسعيد لاستعراض استعدادات البدء في تفعيل منظومة التأمين الصحي في بورسعيد اعتبارا من أول يوليو المقبل، بالإضافة إلى الخطوات الخاصة بتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة على مستوى الجمهورية. أبلغ رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح ممثل الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة أبلغه استمرار عملية تحرير طرابلس، وذلك خلال لقائهما اليوم في مدينة القبة. وذكر بيان للبعثة الأممية أن الجانبين ناقشا سبل الخروج من المآزق المختلفة التي دخلت بها البلاد، والعودة إلى حالة الاستقرار والطمأنينة ودولة القانون وفكرة الحوار بين الليبيين. رفض المجلس العسكري الانتقالي في السودان أي اتفاق مع قوى الحرية والتغيير بشأن المجلس السيادي قبل الاتفاق على انتخاب المجلس التشريعي. وأعلن نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين من الحركات المسلحة في البلاد، مشددا على أن التغيير في السودان حقيقي وليس مزيف. بحث ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التصدي الخطير للإيراني في المنطقة. كما بحث بن زايد مع بومبيو خلال اجتماعهما في أبو ظبي التطورات الأخيرة التي تقوض أمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة البحرية الدولية. أدان مجلس الأمن عقب جلسة مغلقة الهجمات على ناقلات النفط في مياه الخليج باعتبارها تهديدا جديا للأمن. وأكد مندوب الولايات المتحدة في المجلس أن بقايا المتفجرات في ناقلتي النفط اللذين تم استهدافهما في بحر عمان تعود لإيران، مشيرا إلى أنه قدم إحاطة لمجلس الأمن عن المعلومات التي تم التوصل إليها في هذا الصدد. قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب سيجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين التي تنطلق يوم الجمعة المقبل في اليابان. وأفاد المسؤول الأمريكي أن ترامب سيبحث خلال اللقاءين التطورات في منطقة الشرق الأوسط والملف الإيراني. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري إكسترا نيوز دوت تي في. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.